يمكن في حاجات دكتور طارق إذا سمحت لنا ممكن تختلف المبادئ الخاصة بيها من شخص إلى آخر على حسب طبع الشخص، على حسب مكان التربية، المجتمع اللي عايش فيه وإلى آخره، وبالتالي ما نقدرش نحط إيدينا قوي على دي صح أم خطأ، أو بمعنى أصح يعني تختلف من حد للتاني. لكن في حاجات ما يختلفش عليها اتنين، وهي الاحترام، وهي الأخلاق الحميدة، وهي التعامل خلينا نقول باحترام مع الأكبر سنا، مراعاة الأصغر سنا، عدم خدش الحياء وغيرها من الصفات الجميلة. حضرتك تابعت المبادرة الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طبعاً. أخلاقنا الجميلة، تعليق حضرتك عليها، وهل بتحقق الغرض منها من إعادة نشر للأخلاق الحميدة في المجتمع المصري؟ وعايز أقول لك كمان أن هذه المبادرة لازم أشكر الشركة المتحدة عليها، هي جاية في وقتها، إحنا في أشد الحاجة إليها. نعم. عايز أقول لك على حاجة، في الأربعينيات وخمسينيات القرن الماضي كان هناك كتاب بعنوان الأخلاق بيدرسوه من أول أولى إعدادي لغاية سنة ثالثة ثانوي. الكتاب ده عنوانه كده الأخلاق، وبالتالي كان يعلق عليه مين؟ يحيى حقي، يتحدث عنه عباس محمود العقاد، وكاتبين كل واحد فيهم كده ملحوظة في بداية الكتاب حول أن الأخلاق هو دي السمة الأساسية اللي بتبني المجتمعات. نعم. طيب إذا كانت المجتمعات بتبنى بالأخلاق، يبقى ده معناه إيه؟ أن كل فعل هيبنى عليها. علم النفس بيقول إيه حضرتك؟ الأخلاق هو الفعل، السلوك هو رد الفعل. يعني إحنا لما بنيجي نتكلم مع بعض يقول لك إيه؟ الولد ده سلوكه ليه مش كويس؟ لا، أنت بتقصد أخلاقه، يعني إيه؟ الفعل اللي بدأ بيه، مش رد فعله على اللي اتقاله. طب هي المبادرة بتركز بالظبط زي ما حضرتك بتقول على الفعل بالزبط. قبل رد الفعل بالزبط. طيب على الناحية المجتمعية بقى، شايف ازاي يتم تطبيق هذه السلوكيات، خاصة ان في ايضا دلوقتي مبادرة بجانب المبادرة المباشرة والمبادرة الغير المباشرة، لان هي واخدة كذا منحة، مش بس فكرة اعمل ولا تعمل، لا، من شكل صناعة مسلسل لطيف، جملة في مسلسل، جملة في اعلان اعلامي يتحدث وكذا. ولكن شايف بقى ازاي انه لتحديد هذا التطور المجتمعي، أهم حاجة أن البيت والمدرسة هما الاثنين هيبقوا صمام الأمان في هذا الأمر، أن على الأب هو اللي يقود، هو والأم الإيه هذه المبادرة. لازم تحب زميلك، خد بالك من اللي ضربك يضربه. مأساة، لأن هي دي بقت مأساة دلوقتي، بقى في قاعدة أنا أخد حقي بإيدي، أنا مش عايز حد يتدخل في هذا الأمر. لا، ده احنا نكلم ولادنا بصوت هادي، ده احنا نقول لهم خدوا بالكم، خلي الابتسامة على وشك في كل وقت. على فكرة الابتسامة قوة، والشخص المبتسم بتتفتح له الأبواب. الابتسامة قوة، خلينا نحط تحتها خطين، لأن يعني على عكس كثير من المفاهيم المغلوطة في هذا الشأن. على فكرة دي حقيقة، الشخص الذي يبتسم رغم إحساسه أحيانا بالألم الداخلي ومع ذلك لا يصدر السلبية لحد، هو شخص قوي جدا، لأنه كمان ممكن تلاقيه في وسط الخلاف هو اللي بينهي الخلاف، مش هو اللي بيعمقه. الشخص اللي يبدأ بالمصالحة هو الأقوى من الشخص اللي بيتقمص واللي بيزعل واللي بيبعد. عشان كده تعالوا نخلي الشعار مع الشركة المتحدة أيضا إنه يبقى الابتسامة هي القاعدة الأساسية. يبقى الإنسان يبقى بشوش بطبعه، هتبص تلاقي رد الفعل اللي جاي قدامك أكثر سلاسة وبساطة. أنت لما بتبتسم قدام موظف وأنت بتعمل أي مصلحة يجي يقول لك إيه؟ بيبقى ألطف معاك في التعامل. يا أخي والله همشيك، ده أنت وشك بشوش، ده حلوة ضحكتك. أو والله زي ما بقول لكم. فده معناه إن ضحكتك عملت حاجة مهمة جدا، إنها فتحت الباب لمزيد من السلام الاجتماعي.